عندك الفتحه دي في حوض الحمام. تعالى اقول لك بقى على فكره وحيله منزليه ما جاتش على بالك قبل كده طول عمرنا واحنا ما نعرفش فايده الفتحه دي. هقول لك بقى الفتحه دي فايدتها ايه، بجد اغلب الستات ما تعرفش فايدتها. هقول لك بقى ازاي تستفيدي منها بحيله وفكره منزليه ما جاتش على بالك قبل كده. انا سمر ودي قناتي، اتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه على طول. الفيديو بتاعنا مليان افكار ان شاء الله هتعجبك وهتخرجي مستفاده. اتمنى بقى تحطوا لايك للفيديو لان الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم. واول فكره معايا، لو ما عندكيش بقى مبخره وعايزه تبخري الشقه او حتى تعطري الشقه بعد ما عملتي سمك، هقولك على حيله هتعجبكم جدا. كل اللي هتحتاجيه هتجيبي ورق الومنيوم وهتجيبي اي مصفى عندك وهتغلفي المصفى بتاعتك بورق الومنيوم زي ما احنا شايفين كده. هتحطي بقى الفحم على النار وتولعيه بقى باي طريقه كده بالولاعه او حتى على عين البوتاجاز، وبعدين تجيبيه في المصفى اللي احنا غلفناها بالورق الفويل زي ما احنا شايفين كده. هتحطي بقى البخور بتاعك وكده تبقي عملتي احلى مبخره عندك من حاجه موجوده عندك في البيت وما تكلفتيش اي حاجه. ولو مش عندك كمان بخور هتقدري بقى تحطي على الفحم كيس فانيليا، هتفضي كيس الفانيليا عليه وكده هتعطري شقتك بحاجه موجوده عندك وما تكلفتيش برضو اي حاجه. بجد الفكره حلوه قوي، اتمنى تجربوها في يوم جمعه بقى كده تقدروا تعملوها الصبح. حاجة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة كلها في البيت، أتمنى تجربوها لأنها بجد هتعجبكم جدا. وتاني فكرة معايا، لو عايزة تلمعي بقى أي رخام عندك بطريقة سهلة وبسيطة وبرضه مش هتتكلفي أي حاجة، كل اللي عليكي هتجيبي قطعة من ورقة الزبدة زي ما احنا شايفين كده وتحطي نقطة من الزيت، مش هتحتاجي اكتر من نقطة زيت كده وورقة زبدة، وتعالي بقى شوفي الفرق. بصي شكل الرخامة قبل وشوفيها بعد، بجد اختراع تحفة جدا اتمنى تجربوه. خلتلي كل رخام بيلمع زي ما احنا شايفين كده، بجد فكرته حلوة قوي اتمنى تجربوها برضو ما تكلفتيش فيها اي حاجة. وتالت فكره معايا، لو عندك بقى عين البوتاجاز اللي في النص مش بتستعمليها، كل اللي عليكي هتجيبي طبق الفويل ده. عايزه اقولك الطبق ده تقريبا الاتنين بيبقوا بجنيه، سعرهم بسيط جدا. هتجيبيه وتحطيه على عين البوتاجاز كده بدل ما تغلفيها بورق فويل ولا اي حاجه، كل اللي عليكي هتجيبي الطبق ده وتحطيه كده، وبكده قدرتي تستغني عن العين دي وخليتيها نظيفه وبحاجه بسيطه جدا. ورابع فكرة معايا، لو عايزة بقى تسني كل سكاكين البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبرضه بدون تكلفة، كل اللي عليكي هتجيبي سلكة المواعين وتمسكيها في السكينة بمشبك كده وتفضلي رايحة جاية كده على السكينة، هتتسن معاكي وبجد هتبقى حامية جدا، ما تكلفتيش أي حاجة ولا رحتي لحد يسنها لك ولا تكلفتي فلوس عشان تسني السكاكين ولا المقصات بتاعتك. بجد طريقتها سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت، وانت واقفه في المطبخ كده هتسني كل السكاكين بتاعتك بمنتهى السهوله. اتمنى تجربوها لانها الفكره بجد حلوه قوي. ونيجي بقى للفكره الاساسيه بتاعت الفيديو، اغلب الستات ما تعرفش الفتحه دي فايدتها ايه. تعالي اقول لك بقى فايدتها وازاي تستغليها وكمان تسليكي الحوض بتاعك بطريقه سهله جدا وبسيطه بحيلة منزلية معظم الستات ما تعرفهاش. تعالي وانا اقولك بقى هتسلكي الحوض بتاعك عن طريق الفتحة دي ازاي. كل اللي عليكي هتجيبي القمع بتاعك، قمع اهم حاجة ما تكونيش بتستعمليه في الاكل، هتجيبيه وتحطيه في الفتحة دي وتحطي فيه رشة صغيرة كده من البيكربوناتو، لو مش عندك يبقى رشة من البيكنج باودر، وهتحطي عليه نص كوباية من الخل زي ما احنا شايفين كده. شايف الفوران؟ عايز اقولك دي هتسلكلك الحوض وهتخليه زي الفل. الحوض بتاعك بقى لو بيمشي المية بطيء او كمان بيتسد منك بعد الحركة دي
هتلاقيه بقى زي الفل، وكمان اتسلك بمنتهى السهولة وبحيلة منزلية سهلة جدا. كلنا عندنا كراتين البيض دي، بعد ما بنستعمل البيض بنرميها. تعالي بقى وانا اقولك هترش عليها الزيت وهتعملي منها حيلة منزلية وافكار ما جاتش على بالك قبل كده. بجد الفكرة حلوة قوي، اتمنى تجربوها. بعد الفيديو ده مش هترمي كرتونة البيض تاني، وهتستغليها وهتعملي منها افكار هتعجبكوا جدا. هتحطي بقى في الطبق بتاعك او البولة معلقة كده من الزيت، عادي جدا لو زيت انت مستعملاه قبل كده ممكن تعملي بيه التجربة بتاعتنا دي. هتجيبي معلقة من الزيت وعليهم معلقتين من الخل، اهم حاجة الزيت يكون ضعف الخل زي ما احنا شايفين كده. لو عايزة تضعف الكمية بقى يبقى هتضعف كمية الزيت وتحطي قد الزيت مرتين خل، يعني لو هتعملي معلقتين من الزيت هتحطي 4 معالق من الخل، اهم حاجة الخل يبقى ضعف الزيت. وهتضيفي عليهم 1/4 كوباية من المية. هتجيبي بقى كرتونة البيض بتاعتك زي ما احنا شايفينها كده وتحطيها تحت المية. زي ما احنا شايفين كده بالظبط، وهتحاولي بقى تلميها وكأنها فوطة في ايدك من غير ما تتقطع معاكي كده، وهتحطيها في الخليط اللي احنا لسه عاملينه. هتعصريها بقى جحا كده بقى خالص معاكي، وتعالي اقولك بقى احنا بنعمل كده ليه. بقى عندك اقوى ملمع للخشب، هتلمعي كل خشب بيتك بحاجة كنت بترميها وبتستغني عنها بمجرد ما تحطي عليها معلقة من الزيت ومعلقتين من الخل وكرتونة البيض اللي كنت بترميها. وتعالي بقى شوفي لمعة الخشب زي ما احنا شايفين كده. انت هتمسحيها بكرتونة البيض معاكي، وبعدين هتمسحيها بفوطة نظيفة، هتلاقي اللمعة بقت زي الفل كده معاكي. وكده لمعتي كل خشب البيت من غير ما تتكلفي اي حاجة. تعالي اقولك بقى كمان استخدام لكرتونة البيض اللي انت كنت بترميها، وبجد هتوفر معاكي فلوس كتير جدا. هتجيبي كرتونة البيض كده وتاخدي منها جزء زي ما خدنا كده في الاول، زي ما احنا شايفين كده هتجيبيها وهتبليها تحت الحنفية، اهم حاجة ما تتقطعش معاكي. وتعالي اقولك بقى بنعمل بيها ايه. هتقدري تلمعي بيها كل الزجاج بتاع البيت. عايزة اقولك نفس فكرة ورق الجرايد بالظبط، كنا بنجيب ورق الجرايد وتلمعي بيه وتاخدي احلى لمعة للمرايات. هتقدري بقى تعملي نفس الحركة دي بس بكرتونة البيض. تعالي بصي النتيجة. انا هجيبلك قطعة مراية صغيرة خالص هتعمليها بالكرتون بتاع البيض. بصي بقى النتيجة. هتجيبي بقى اي فوطة عندك ناشفة كده وتنشفي المراية، وتعالي شوفي النتيجة بقت زي الفل. تعالي شوفي شكل المراية بعد ما عملتها، بجد النتيجة هتعجبكوا جدا، اتمنى تجربوها. هاتي قطعة من سلكة المواعين وحطي عليها رشة من البيكنج باودر. تعالي اقولك بقى احنا بنعمل كده ليه. زي ما احنا شايفين كده انا حطيت رشة بسيطة جدا حوالي نص معلقة صغيرة. وتعالي بقى على اي مقابض مصدية عندك واعمليها بالسلكة كده اللي عليه رشة من البيكنج باودر، ولاحظي الفرق. هتلاحظي ان كل الصدى اللي على المقابض راحت. تقدري تعمليها في كل مقابض المطبخ، بجد هتشلك الصدى وهيرجعلك لونها وكأنها جديدة. الفكرة بجد حلوة قوي، لازم تجرب. اتمنى تكونوا استفدتوا من الافكار اللي قدمتها في الفيديو بتاع النهاردة، واتمنى بقى تحطوا لايك للفيديو لان الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم، واشوفكم في فيديو جديد بافكار جديدة ان شاء الله.